يقول: سماحة الشيخ، نحن مسؤولون عن مسجد في أمريكا، وبعض الإخوة يسألون. يقول: نحن مسؤولون عن مسجد في أمريكا ويسألون الناس وبعض الإخوة يسألون الناس الفقراء المال، والمال الذي لدى المسجد قد أعطي لكي نقوم بواجبات المسجد كتسديد فاتورة الكهرباء إلى آخره، فهل يجوز أن نعطي الفقراء من هذا المال؟ لا، المال على نية صاحبه وقد نواه للمسجد، فلا يجوز صرفه إلى غير المسجد.